بقول لك ايه، هو مين فينا ماسك القضيه ديت ومسؤول عنها، انا ولا انت؟ دلوقتي انا، بعد ما عمر بيحولك للتحقيق في مساعده هارب. دي الحقيقه يا باشا، وشكلهم كده كمان هيفتحوا لك القضيه القديمه. طب لما انت تعرف تجيبه يا باشا، هما المشحور اللي جابوني معاك ليه؟ تاني كمان تاني، انا ما عنديش تفسير اللي انت بتعمله ده. تفسير ليه؟ انا بشوف شغل يا محمد بيه، ولا ده كمان في النيابه ما اقدرش احقق معاه. بص يا كمال، انا ممكن اعزيك وقفك عن العمل في محضر رسمي، وممكن اقلب الاسم على اللي فيه، مش عليك انت بس، عليك كمان وعلى اللي يرقصك، عشان انا وانت عارفين انت بتعمل كده ليه. ما تيجي يا اخي نتكلم عن مكشوفه. خلاص متاخر قوي يا باشا، كده كده انا موقوف، والرؤساء اللي انت بتتكلم عنهم هما اللي موقفيني. موقوف؟ هو ده اللي انت مش عاوز تفهمه. انت فاكرني ان انا ضد معتز، ورؤسائي فاكرين ان انا بساعد معتز، وانا من الاخر عاوز اخلص من القضيه ديت عشان دمرت حياتي.